بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هناك ممن آمن بالله وآمن برسله وآمن بكتبه يفضلون الكافرين على إخوانهم المؤمنين، ظانين أن الصلاح أن يتفقوا مع الكافرين على المؤمنين، وكان هذا حال بعض أهل الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفقوا مع المشركين ضد المسلمين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالكتب السابقة ويؤمنون بالأنبياء ويعظمونهم ويوقرونهم وينصرونهم ويؤكدون شرع الله، أمره ونهيه. وبالرغم من كل ذلك، وكان أولى بهؤلاء أن ينحازوا إلى المسلمين كما انحاز الإسلام إلى أهل الكتاب، ولكن رأيناهم يقفون مع المشركين. ولقد ثبت من الأبحاث أن اليهود في خيبر قد اتفقوا مع المشركين في مكة على أن يقضوا على المسلمين في المدينة بهجوم مفاجئ مشترك من الشمال، فخيبر شمال المدينة، ومن الجنوب فمكة جنوب المدينة، يطبقون عليهم من فوق ومن تحت، وتنتهي الدعوة ويذبح المسلمون ويصفون جسديا. والتصفية الجسدية ما زالت الشغل الشاغل لأفكار المدمرين الفاشيين النازيين بأدبيات العصر. هناك أقوام لا يتصورون الشيء إلا بالإبادات الجماعية. أراد هؤلاء أن يفعلوا هكذا بالإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله، وهو الذي نصر عبده، وهو الذي أعز جنده، وهو الذي هزم الأحزاب وحده، وهو الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم كيفية المواءمة بين المبادئ فلا يتركها وبين المصالح فلا يقدحها. وهذا هو الأمر الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقد ذهب معلنا أنه لم يأتي إلا لعمرة للبيت الحرام الذي يشترك الجميع في تقديسه. فالمشركون يقدسون البيت الحرام ويرون أنه مقدس من أيام أبيهم إبراهيم، ويعظمونه حتى إنهم كانوا يعبدون الأوثان فيه وحوله، ونصبوا حوله نحو 360 صنما. وعلى الرغم من ذلك لم يصد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يسعى بالعمرة إلى الكعبة، ثم إنهم منعوه وأرسلوا إليه أقواما آخرهم سهيل بن عمرو يفاوضونه، وأرسل إليهم عثمان بن عفان يفاوضه على أننا ندخل البيت الحرام ونطوف
ونحن في حالة الإحرام، وصدكم عن البيت الحرام منقصة عند العرب وعند الناس، ونحن ندخل أسلحتنا في أجربتها، وليست على هيئة المستعد للحرب والقتال، إلا أن عماوة الشرك أعمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تريدون؟ إذن هو شعر بهذا الاتفاق الخبيث ما بين خيبر ومكة كفكي كماشة، فأراد أن يفك هذه الكماشة. إذن فهو يدرب أذهاننا على المفاوضة وعلى الحيل العسكرية وعلى رسم الاستراتيجيات، وعلى أنه أثناء التفاوض يمكن أن نقرر مبدأ خذ وطالب والتدريج في المسائل، وأنه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونظره إلى المستقبل، وجاء سهيل بن عمرو وقال: أبدا، لا تدخل أبدا فتتحدث العرب أنك قد هزمتنا أو أرغمتنا أو لو اتزرعنا، يعني باللغة الحديثة. ماذا تريد؟ قال: نكتب بيننا وبينك معاهدة أنك ترجع هذا العام وتعود بعد ذلك في العام القادم بتصريح منا وإذن نعطيك إياه. الله، ده ذل إيه ده؟ سيدنا عمر طوله 3 متر، مش عاجبه الكلام ده، عايز يضربه. سيدنا رسول الله يعلم عمر ويعلم الأمة من بعده كيفية المفاوضات. قال له: نكتب الكتوبة دي. ومات. مين بيكتب؟ سيدنا علي. تعالى يا علي اكتب. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بعوامه كده، ما هوش واخد باله، هو منحصر في الحدث والتاني ناظر إلى المستقبل. منور القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من الرحمن ومن الرحيم؟ لا نعرف الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم. ولذلك عملوا مثل شعبي، قال له: يابا علمني التفاهة. قال له: يا ابني تعالى في الهيفة وتصبر. باسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما هيش هي دي القضية. دي القضية إني أفك الكماش. قال له: امحو يا علي واكتب له باسمك اللهم. ما ياخدش باله وقت تاني إلى أنه يبقى دي مش هي الأساس. لا، برضه واخد باله من كل كلمة علشان على هواه. هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله رسول الله. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال له: ما نعرفكش رسول الله، ولو كنت رسول الله ما اختلفنا. قال له: امحو يا علي واكتب هذا ما عاهد محمد بن عبد الله. بلاش رسول الله. فسيدنا علي قال له: لا، مناش همس، مش همسح رسول الله ابدا، لا امحها بيدي ابدا. طيب، فاخذ الكتاب منه فمحاها بريقه الشريف. يعني بيقول لنا ايه؟ ان في حاجه اهم من حاجه. هل في حد فينا يرضى ان احنا نمحو رسول الله كده؟ أبدا. يعني سيدنا علي
قدم الأدب على الطاعة وقبلها منه النبي، ولكنه بيعلمنا انه ما نقفش عند امور تعطلنا الى الغاية مهما كانت مهمة. وكتب من هذه الورقة مكتوب فيها ان اذا جاء الرجل من مكة مسلما فيجب على الدولة المسلمة في المدينة أن ترده إلى مكة. ده ذل إيه ده؟ ده ذل. وإذا جاء الرجل من المدينة إلى مكة مشركا مرتدا عن الإسلام فإن محمدا وحكمته ما تسألش فيه، خلاص. قال له ماشي. أحلى. ماشي ازاي؟ قال له كده ماشي. فقال عمر: يا رسول الله، ليه ما نقبل الدنية في ديننا؟ ما نشوف لنا حاجة نخليها دم دلوقتي. قال له: اسكت يا عمر، إلى لقاء آخر نكمل هذه القصة التي علمنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.